صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه مرسوم رقم 98 لسنة 2023 بتعيين سفراء في وزارة الخارجية وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعين سفيرا في وزارة الخارجية كل من الشيخ خليفه بن عبد الله بن حمد ال خليفه السيد بسام احمد مرزوق السيد عبد العزيز محمد العيد السيد علي جاسم احمد العرادي السيد اسامه عبد الله العبسي الدكتور وليد خليفه المانع السيد عصام عبد العزيز الجاسم